الرافضي 970 الذين وافقوا على مقررات الجمعية العمومية 8295. بنقول انه اقل قليلة من 90% حوالي 88% 6-7% اللي بيحصل دي نتيجة هي في حقيقتها تجديد الثقة فيها ده مجلس النقابة المحلية. المشادات دي حصلت النهاردة وحصلت في 17/7 وحصلت في ديسمبر 2013 وحصلت في الانتخابات وحصلت في كل هم ونفس الأسماء ونفس الشروط أعداء نجاح ونفس الأسباب ونفس الطريقة.